بزاف، لانه الضباط تاعنا تاع لافياسيون يعني حطه، ماشي راني نقول لكم، حتى ولا مارين، لا مارين تاع الداير داروا واحد العام، راحوا كروازيير نظن واقيلا للطليان، راحوا في الديباركور، راني نقول لكم هذه كنا مازال شويه ماناش فور 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 في لا مارين، وراحوا على بالك الناس، وما ما كانش الاعلام، ما كان حتى واحد رافد الاعلام، ويدوروا خرجوهم يحوسوا وكذا منا، بداو الناس يتصوروا معاهم، كي قالوا لهم باللي احنا متزاكين، الناس ما امنتش باللي هذو دي زالجيريان، الناس قاع ضاربين صورتي بيض وقاعد يعني ديجان، ويعني حتى على كلاس يعني ماشي قال مخيرينهم يعني روجوا للبحريه الجزائريه بواحد الطريقه، الناس كذبت باللي هذو جزائريين وهذه البحريه تاع الجزائر، يعني حتى واللباس تاعهم راكم شفتوا لا مارين عندهم واحد لاتيني شاب بزاف، يعني صورتي بيض وصباط بيض وكذا ومنها دونك لوكس، ميم لافياسيون يعني والله غير لاتيني تاعهم راكم شفتوا لي بلوزون كوير هذوك راهي حاجه دي لوكس، او الحاج عنده واحده قديمه انا قلت له سلفها لي ما حبش، الحاج بكري حتى النواب كانوا حتى يجيبوا نوار بالنواب، لاي بانوار كانوا يجيبوهم من ماري، كان شوف لا دوتاسيون تجي فيستا والراي بانوار ده والساعة هذه لا دوتاسيون. انا اللي تفهمت انا ولا فرونشي، انا ندي ما كنت تجيني شويه صغيره معليش نديها نخبيها لاولادي، والنواظر يديهم لا فرونشي. بارك الله فيك. باش نفتح باوس برك على عبدو السمار، خرج دار فيديو يعني طويل يحكي لنا على جبار مالنا، يعني رجعوه تقريبا اكبر قتال واكبر سفاح رفده التاريخ، يعني لازم بالك تطلع للجاهليه بالك تلقى باش تلقى اكثر من السيد هذا اللي هضر عليه. اسمع فيها التيكر أنا نسمع فيك، أنا نقول له هو ما يعرفش. والتوفيق وكذا، يعني عاود جاب لنا لا شونسون دي موندي. جبار مهنا يعني في أوج القوة تاعه، كي كان يعني حاكم ان بوست كلي بأنه سيتياري تاع بليدة، خدمت يعني حتى عين دفلة المدية تيبازا، كان عندها بارتو يعني كانت تنشط بارتو، وتعاونت كاع الناس اللي دايرين على البليده، يعني الناس تعرفه ماشي قال انسان اللي ما يعرفوش، وانسان هو اللي كان يخرج يخدم برا، ماشي قال كان هو قاعد في البيرو والناس تخرج تخدم، وكاين بزاف عمليات ماشي قال، وكان انسان ما يخافش، لو كان جا كيما راك تحكي ما يخرج. انا نزيد نعطي معلومه نثريلو يعني المعلومات نتاعو، كانت عنده سونسيس كاع الناس تعرفها، كان يدور بسونسيس بيضه ويروح للمارشي بلاصة العرب بالجمعة يقضي الخضرة مع الغاشي نورمال، والناس قاعدة تعرفوا باللي هذا جبار. نزيد نقول لك كان يريح في القهاوي، القهوة نتاع الفيروش تاع جوانفيل، كان يريح في القهوة نورمال عادي مع لي زيليمون تاعو، وكان اوفيسي وعنده بوست حساس جدا، كان انسان ما يخافش، وكان انسان اللي يسمع للناس، يعني يسمع يعني نقول لك يقعد في القهاوي، يعني انسان اللي كان ما يثق في حتى واحد، يعني يسمع باذنه ويشوف بعينه، انسان اكتسب الخبره هذه ماشي من فراغ، ما قراهاش في مجلدات ولا، لانه هذا الانسان تاع ميدان، وهذا الضباط اللي خدموا في التيرا هم اللي يعني ينجحوا في المستويين، كما كان قايدي، قايدي لانه قايدي كان في الصفوف الاولى، ما كي كان في المرسيدس كان يخرج، هو كان يخرج برا يدور منا يمشي في بعض الحالات، انه يروح مع عدد القليل نتاع الجنود ويروح يدير، يعني ما تجيكش في مخك باللي هذاك قائد الوحده يديبلاسي مع هذاك العدد يعني قليل البلايص، يعني الناس اللي تسكن في هذوك الجوايع يعرفوا واش راني نهضر، يعني كاين بلايص تخرج لهم انت مع المغرب في دي زوندروفير، بكري ما كانش كاين ماتريال كيما درك على الفهد، كان كاين يا البي تي ار نتاع مصر اللي كانوا كل حلوه، يعني يعني ماهوش ناجح، انا نقول لكم يعني بي تي ار هذاك اللي جابوه من مصر تحتمت، ماشي قالوا شريناه يعني باسعار باهظه جدا، لانه ما كاش ما عندكش ما حبوش يبيعوا لك بدراهمك وما يبيعولكش، وزيد صندوق النقد الدولي ومقدة سيفي دارنا اعاده الجدوله،
يعني العالم حاصرنا، يعني صراحة الحمد لله. الحاجة اللي عاونتنا هي المساحة الشاسعة للجزائر، يعني كانت الناس تخدم عام عامين وتطلع للصحراء، يعني كانت عندنا متنفس. إيماجيني بلادنا جات كيما تونس، لو كان راهو كملنا الإرهاب، نقول لكم بكل صراحة، لأنه ما عندكش وين، يعني لو كان يعني العدد الهائل نتاع لي تيروريست والدعم اللي كان يلقاه من عند كاع دول الجوار، كاع دول الجوار كانوا يدعموا في الإرهاب، نقولوها يعني ولها بزاف بزاف. سي بور سا أنا قلت لكم أنا ما نحب حتى واحد، أنا اللي يهمني يهمني الجزائر ويهمني الجزائري، هذا كوي، هو يضرب وأنا نضرب، واللي يربح بصحته بصح الأجنبينا. أنا غدوة نلقى يعني واحد جزائري ما نتفاهمش معاه وصار له مشكل مع واحد يعني إترونجي مما نتفاهمش معاه وما نحبوش، هذاك الإنسان نوقف معاه لأنه جزائري، وأنا مطالب باش نجي مع الجزائري مهما كانت الظروف. دونك الشيء اللي جزاء للجزائر ماشي سهل كاع، ماشي كاع كما راهم يتخيلوه الناس، ويعني وما خفي اعظم. راني قلت لكم باللي كاين دول نيغوسيت مع الجزائر، الجزائر تشري سلاح من عن طريق يعني وساطات كما ليبيا، كما ولات هذه الدول تطلب نسب، تطلب نسبة، قال تشري سلاح نجيبه لك نديه طن، قال لك راح تشري البوك، ايه شحال راح تشري من وحده؟ قال بار اكزومبل 50، انا ندي 10 نعطيك 40. حتى كاين اسلحه اللي الناس ما تسمعش بها اللي هي الاس 200، الاس 200 تاع ليبيا شريتها باسكو الجزائر طلبت يعني دفعات من هذا السلاح اللي كان متطور جدا وما يعرفوهش، هذا المروك هذا ما كانش يسمع به يعني. ليبيا تسلحت بهذا المنظومات اللي هما 8، اللي زوج صابوهم زوج لقاوهم في لبنان، وزوج لقاوهم عند حفتر، وربعه الاخرين ديسباري ما على بالهمش وين راهم لحد الساعه، ما على بالهمش وين راهم. ومنظومه خطيره جدا الاس 200 في وقتها، في وقتها الاس 200 كي خرجت كانت يعني عندها ذائعه الصيد اكثر من الاس 500 ضرب. دونك هذا الناس تسلحوا واستقواوا على الجزائر في بعض الاحيان، ولاو يديروا في المشاكل، وناس خطيرين جدا. راكم شفتوا حتى القصة نتاع عمار الصيفي اللي هو عبد الرزاق البارا، كيفاش دخلوا مع الجزائر في مفاوضات، يعني واش تعطيني باش نعطي لك عبد الرزاق البارا، وهما مازال ما استلموش، هما كانوا مازالوا في مفاوضات مع المتمردين في تيبيستي اللي هما جماعة تشاد، كانوا مازال ما تفاهموش لأنه كاين جماعة تاع الأزواد، هما اللي توسطوا بين باب العزيزية والجماعة نتاع تيبيستي. دونك الجزائر عرفت كيفاش تخرج من هذا الورطة، يعني ورطة يلحق واحد كيما معمر القذافي ولا ولاد عمه، لأنه العشيرة نتاعو كاع كانت معاه في السلطة، ولا هما يطلبوا في أمور يعني ما يتخيلهاش عقلك باش يسلموا إرهابي. والجزائر يعني كاموفلات، يعني هذو أمور للتاريخ، من التاريخ رايح يحكيو أمور ناس اللي تبات قاعد صراحة. ودخل عمار الصيفي وجابوه وما خسرنا والو، كيما جبنا العييته يعني بنفس الطريقه، والجزائر تحسن يعني هذا النوع من التفاوضات، ودخل وجابوه ومنا، ودخل الجيش باش جابوا عمار الصيفي اللي هو عبد الرزاق البارا اللي هضر عليه هذاك المخنث تاع امير بوخرس وليد ملوكه. دونك ما يعرفوش وراه، وقال لهم راه في القليعه ومنا، كأنه احنا عندنا غير القلعة، يعني عندنا غير السجن تاع، وش قال؟ قال لك الداخل سكنة، قال لك راهو داخل دار، يا عبد الله احنا عندنا سجون يعني ما يتصورهاش عقلك، يعني ما يقدرش يعني الذبانة ما تقدرش يعني تدور الداخل، عندنا بشار، عندنا سجون اللي راهو لو كان يديوها لهذاك المضرب يعني ينسى باش يخرج وينسى باش يتواصل مع المحيط الخارجي خلاص. بعد يجي واحد كان حراق ويوري للناس كيفاش يحرقوا وكيفاش يلعبوا ببنات الناس، هذا امير بوخرس، هذا وليد ملوكه اللي كان عبد القادر يعرفه راحوا يعرفوا مليح، كان يعني ينصب للطلبه نتاع الجامعه ويلعبها انسان يشوف. كنت منشور مضحك قال لك الجزائر راح تخسر 1300 مليار دولار في الألعاب، أين يذهبون الأموال؟ وعرس وليد تبون خلطها يعني تكتشوكة بالبيض.
يعني 1800 مليار دولار. ايه وش نقول لك، شوف حفل الافتتاح وحده يسقم اكثر من 20 مليار، غير حفل الافتتاح شحال كاين من شورتي. واش من 20 مليار دولار؟ لا سنتين، مش من هاي مليار فوالا. او لافونشي قال 1300 مليار دولار، يعني هذا البغل ما يأمنهاش، مش حتى يقولها واحد حوثاله كيما هذا ويعطي ايه على بالك والاستقامة بلي العرس سوا ديزون تاعو اللي تبون بيناش ولا عرضه ولا كان معاه فهد التيو. المهم لصق عرس وليد تبون ب 1300 مليار دولار تاع الالعاب، راه منشور تويتر يعني هو اللي كتبوه. انا بالي بلي ما تمنوش هاد الامور، مي لا غالب هذا واش حلبة البقرة. نزيد نقول لكم، مام لي زاتلات اللي راهم رايحين يديو دي ميداي دور عندهم منح اموال، يديو دراهم كيما لي زاتلات تاعنا كي كانوا يشاركوا في الخارج، كانوا يجيبوا دراهم، كانوا يعطيو لهم اموال وكانت تديهم يتديهم وسمها اللجنه الاولمبيه كانت تدي دراهم. دونك كي تنظم الالعاب لازم تتكفل بهذه الامور، اللجنه المنظمه هي اللي تتكفل بكاع الجوانب، وهذوك اللي ميداي دور هذوك دراهم شحال كاين هي من شو هي الزهد هي مام الـ خلينا من المرافق اللي خسرت عليهم الدولة، هذوك تبقاو مرافق ولا بنية تحتية تاع الدولة، ولكن الجزائر عندها إن بار من لاخاطش هذوك سموها هاد الألعاب، هذو عندهم السبونسورينغ وهاد الصوالح، يعني حتى الجزائر راح تستفاد بمبلغ والرياضيين يستفادوا بمبلغ، هذه حتى واحد ما يشك فيها. ما هذا الناس اللي يقول لك باللي الجزائر هاي صرفت بزاف، ولا ما صرفتش الجزائر، لا صرفت تصرف على البنية التحتية تاعها اللي تبقى عندها. أما فيما يخص التحضير والاحتفال وهاد الصوالح، حتى الأكل اللي راهي تصرفه الجزائر ماهيش من الخزينة تاع الدولة، ولكن من الألعاب تاعهم، ما يعطوها إنصوم وعندها إنصوم تديها الجزائر وتستفاد منها، وحتى المشاركين يستفادوا بإنصوم، لاخاطش اللجنة هذه راهم يديروا الإعلانات ويديروا هذوك الصوالح، وهذوك الصوالح البيبليسيتي هذو كاع هما يدخلوا في الخزينة تاع اللجنة هذه تاع الألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي ترأسها وقيل على ما أظن واحد إيطالي. يعني هذه هي تفضل زوج. الحاج اسمح لي، هذو الابواق نفسهم يعني شفنا في ال يعني راه ما عندهاش بزاف، هذاك الحفل اللي داروه في باتنا نتاع سوا ديزون الفن والسينما، بالعكس كانوا يدافعوا، قال لك انتم ضد التطور وضد الفن وضد التمثيل وضد المسرح، هما نفسهم اليوم اللي راه يقول لك تبذير. هذيك عبد القادر هذيك تاع اللي صار في باتنا، وهذوك هذيك من البيجي تاع الدوله، هذيك الدوله يتخلصهم، ولكن الالعاب البحر الابيض كيما شوف، نعطيك مثلا الناس لفات، حنا لفات كي تشارك في غير تشارك في كاس العالم، وحتى لو تكلاسي كاع التاليه عندها انصوم تديها، تدي انصوم تعطيها لها الفيفا. حتى في افريقيا الكاس الافريقيه هذوك من الدوزيام توفق لا يبداو يدوك سمو، يدو انصوم هكا تاع المشاركه تاعهم. وقيل هذا الخطا اللي فاتت، حتى الجزائر اللي خرجت من الباب الضيق من الالعاب من الالعاب من الكاس الافريقي للامم، حتى عندها انصوم ولكن صغيره. هذه على هذه باسكو هذو جماعه السبونسورينغ هذو كاع يخلصوا لاكاف، ولاكاف تمدها للناس اللي شاركوا في هذيك الدوره هذيك. اما هذاك الحفل هذاك من البي جي تاع وزاره الثقافه هي اللي تخلصهم كي تجيب هذيك كسموها، تفهموا كيما هذاك ايدي هذاك ولا ما عرفت كيف يقولوا له، هذاك اللي جا بايت من قلات هذاك عطاو له تقريبا 1 مليار، كان اللي يقول لك 1 مليار 200،
يعني هذيك من الخازنة تاع كسمو. وكاين بعض الحفلات يداروا يتفاهموا معاه يقولوا نخلصوا هذيك القاعه ولا هذاك المسرح، واللي يدخلوا قالوا دي المنظمين يدوا ان بورسونتاج 20% ولا 30%، والاخرين يديهم المغني. دونك دوك الناس اصابوا الا دخلوا بزاف يدي بزاف، الا ما دخلوش قاعد ياكلها بوبي. وكي نهضروا على شحال صرفوا على هذه الدوره، كي يديروا لنا عيد نتاع الحراك، عيد اليوم الوطني للحراك، شحال كاين من شركه في الجزائر وشحال كاين من خدام؟ كاين واحد الغنيه خويا تيقدر لا تعرفها، راهي مشهوره بزاف، الغيره تهدر. يعني الغيره مام لو كان توكلهم الغزال كاع ويسكنوا كاع في فنادق تاع 7 نجوم، يعني الناس تكريتيكي هذا ما كان. المهم ان شاء الله راح تخرج على خير وعلى خير، الشرفاء كاع راهم موجودين. وهادي سيلي مونج دو لالجيري، حبه من حبه وكاره من كاره، باسكو الدول كاع راهم في ازمات. اكشت ماتش ما قدرولوش في فرنسا، دونك المندسين والفكر الاستعماري والراشدين وهاد الناس كاع راهم يخدموا. قال لك باش تولي جهنم، يعني خرج طاي طاي. الحاج اسمح لي لا فرنسي، الحاج انا ما نعرفش نحسب 32 مليون دولار ليكيفالون تاع شحال اون ديما. ما فرنسي تسمع فيا ولا الحاج ولا عبد القادر؟ مليون دولار هو تقريبا 10 ملاير هكذا. لا مليون دولار سيطيح واحد 14 مليار ولا 14 حسب باسكو هيدي 14.75، ولكن في المارشي باراليل هيدي تقريبا واحد 17 هكاك 18. معليش حسبوه لنا على 14، قولوا لنا 32 مليون شحال تطيح من مليار؟ ها 32 طيح ملتيبلي 32 ديفيزي با 4 ملتيبلي با 14 طيح 32 4 2 8 4 صافي 148 وال هذا 400 كيك الحاجة هكا تقريبا. والله هكا تقريبا عندي 400 مليار. هيا باش يزيد يتقشش مليح هذا عبد السمار، نقول له هيا انا احتفالات انت المخلدة للذكرى 60 للاستقلال خصت لها الدولة تقريبا 500 مليار باش تزيدها للألف مليار هذه باش يزيديك برشيف. رانا راح نحتفل وعندنا وليمة هذو اليامات، يعني الدولة راهي دايره لنا حفلة. هذا أمير دي زاد، أنا درت في تويتر كتب عرس تبون، خلطها عرس وليد تبون، ما بناش علاش كيفاش عرضه كيفاش تلقى بهذا السيد، ما بناش منين جاب هذه المعلومه، ولصقها ب 1300 مليار دولار وشغل ورا ما رايحين دراهم. يعني شغل خلاص الناس سرقت كاع الدراهم، يعني 1300 مليار دولار لازم تكون ماشي غير ضارب بالكوكايين، سكروا في ضغط نفسي راهم حاوز بفرنسا، راهو غير الكوكايين والشراب والويسكي وكذايا، وراهو يلبس لي تريكوت بو سليم كيما نسى لي يلبسوا لي كان باش ما يبانوش سمان، هو ويلبس تريكوات هادوك وكتر من الغبره، يعني سنين هو يغبر. دونك السيد هذا ينهار نفسيا، راهو يطرش برك. والله يلا فرنش نقول لك حاجه، زعما كاين هاد الناس هادو والله قضيه وقت برك، وما هم جايبينهم يعني بربا ما يسلك فيهم هذاك الشيطان هذاك الزيطوط هذاك، لان هذاك عنده اللجوء، اللي عنده اللجوء. اما الاخرين ما عندهمش اللجوء، ما طولهمش، وما حتى واحد يكذب عليك يقول لك باللي هادو عندهم اعطاهم تاع اللجوء، ما عاطينهمش اللجوء. وجايبينهم قضيه وقت، هذا ما كان قضيه اجراءات وقضيه وقت. وانا راني متمني نهار اللي يجيبوا هذاك عبو اما هذاك كسمو اللي حكينا عليه ولد امو هذاك فرخ قنبيطه،
هذا يعني قضية تاني نقولها لكم، يعني قضية تاع ماكسيموم دو توا كاتموا ماكسيموم، تشوفوا هنا قاعد مدخلين هنا كيكب كيما بو بن حليمة والمحمد هذاك. وانا نزيد نعطيكم دليل باش تشوفوا باللي هشام عبود يكذب. ولو لي لايف اللي كان يديرهم قبل رمضان، نهار اللي كان يطير فمه وكذا، ثم واش قال لهم؟ يضحك، قال لهم هذو ولاد الحرام ما همش عارفين باللي امير ديزاد عنده كواغط، معناتها ماهوش معناتها عنده لجوء. ها هشام عبود قال باللي امير ديزاد عنده كواغط، من بعد البارح يقول باللي راح باش يتاكد ورفضوا له الطلب، لانه الدوله الجزائريه باعت الغاز مده الغاز، يعني كاين واحد اللايف داروا وعاودنا حاه ومن بعد موراه زاد اللايف، بصح انا مسجل عندي. قال باللي بالك شغل الدوله رشات فرنسا باش يحوزوا، الدوله ما يسمع به كاع، الدوله رفضت رفضت رفضت، لانه الناس اللي ما على بالهمش امير ديزاد جو ناس، نحكي لكم هذه عندها حوالي تقريبا سنتين، تقريبا قريب عامين، عامين عندها راي دور في العامين، جاء وزير الخارجية تاع فرنسا وعرض على الجزائر أنه يسلموا أمير ديزاد مع 450 واحد آخر، والجزائر رفضت. من هذوك 450 الجزائر قبلت 11 واحد 11، لأنهم مطلوبين عند العدالة الجزائرية، 11 واحد وأمير ديزاد 12، فرنسا رفضت، قلت لك لازم تدي 450 واحد معه. لو كان الجزائر صح جات تحوس تجيب أمير ديزاد، كنت ثم قبلت 450 هذا وتجيبهم 450، تقدر تدي لهم 20 مليون في الشهر وماش خسرة، وما تبيعش الغاز بنص السومة كما راهو يحكي. كيفاش تما كنت تقول لنا باللي هذا السيد عنده كواغط، ومن بعد تقول لنا الدولة رشات فرنسا باش ترحلوا؟ انا قلنا لك باللي راه بدا العد التنازلي، اليوم رانا في مستغانم، غدوه رانا في المديه، او ما بقاش بزاف، بقات يا ربي من با ساعه نخرجوا من مستغانم وندخلوا في المديه، لانه تهم ياش يحسب الولايات، ومن بعد ندخلوا لقسنطينه، ومن بعد الكالمه، ومن بعد العنابه، ومن بعد بالعباس، ومن بعد سكيكده، ومن بعد سعيده، ومن بعد سطيف، ومن بعد جيجل، ومن بعد الجلفه، ومن بعد الجزائر. ها نزيد تيزي وزو، تيارت، تلمسان، تبسع، تمرست، ولا أدرار ما نتفتش شكون فيهم نميرو 11، البويرة ونسيت سويد. من بعد كي تلحق خمس أيام ست أيام رايحين تشوفوا أمير ديزاد يدير لكم لايف من زوج بلايس، أنا ذركا راني نتوقع زوج بلايس، رقم واحد اللي هي أغلب الظن رايحة تكون مع والد كبير في المروك ويتلاقى به، لأنه راه بعد اتصال به، وبنسبة ضعيفة شوية من الكيان الصهيوني، هذو زوج دول اللي يقدر يروح لهم في الوقت الحالي، لأنه أبار هذو لي دو بيي مستحيل. بروكسل لا بلجيك لو كان يروح ما يقبلولوش، لأنه تم رفض اللجوء نتاعو في الجزائر، في ألمانيا، وراه متابع، لو كان يروح ألمانيا ألمانيا تروح له للجزائر، وفي فرنسا تم الطرد تاعو، لانه كاين قضايا عنده، فتح دي سيت مخل بالحياء بدون يعني بدون رخصه، ودار تصاور نتاع نساء وكذا ومنا والاخر، ودخل منهم دراهم وخلص عليها وكذا ومنا اكسترا، وهذاك المشكل حل. كاين نساء اشتكوا به، منهم واحده المراه ضربها، وواحده فدلها الكرش وراهي تشتكي به، المهم عنده قضايا خطيره جدا، دونك سي بور سا حاوزوه. انا ما نظنش انه يروح لبلجيك، ما في لبلجيك كاين الناس ما همش يعني من الناس وصحابه ما همش مستعدين باش هذا الانسان يتقرب منهم، منهم خوزيطوط، واسمه هذاك خوزيطوط الكبير ماشي ميلو الاخر، واسمه اللي عايش في لبلجيك الحاد، نسيت اسمه، ما يقدرش يروح لانجلتر، امبوسيبل.
عبدو سمار البارح كنت شاهد بالجنرال توفيق اليوم وليت تسب فيه، الله غير سبحان مغير الأحوال، يعني تحير تيقرا. في قناة تلفزيونية تأمل تيري هذاك تاع هذاك اللي عنده فمه ما وش قادر يشدو، يعني فمه هو يهضر ويبزق، هذاك على بالك لو كنت تتلاقى به وتقعد معه في طابلة لازم لك سوي كلاس في وجهك، لأنه ما يعني ديجا أولا هو خانز الناس اللي تعرفه، هو ديجا فايح، وكاين الناس اللي تحكي عليه يعني تحكي عليه أمور خطيرة جدا، يعني غير صالحة للنشط، لأنه عيب هذا الإنسان يدير أمور واش نقول لكم، يعني انسان مريض، يعني ماهوش انسان نورمال. هذا الانسان كانت عنده قناه وهرب تقريبا 8 ملاير، الناس اللي كانوا معاه هذا عبد السمار منهم، هذا تاع ارساف اللي ما خرجش هدر على تاع على سلطان اخيا وما هدرش على هذو الناس بصح، وخرج دار في في, في السيت اوفيسيال تاع ارساف الخبرجي، اكتب على الوفد الدبلوماسي الصحفي اللي تم ترحيله من الجزائر إلى تونس، يعني سكت ظهرا ونطق كفرا، يهدر لأنه عبد مأمور من عند سيادو، ورانا كل يوم نزيدو نتأكدوا باللي هذاك ثاني عامل للمخزن. وخرج زيطوط قال لك السيد عذبوه، قال لك عذبوه، قال للقاضي عذبوه بصح كان لابس تريكو طويل باسكو السيلون اللي راهو فيها فيها الناموس وفيها الفيران، وعضوه الفيران، الفيران يعضوه غير من يدوه من يديه، الناموس باعوض كما كنت كان يحكي يقرصوا غير في يديه ما يقرصوش في وجهه، ها هما هكذاك لو كان جابوه داروا له برقع شغل جي الباب يدير به هذاك، وهذيك البلاصه اللي داروا فيها هذيك هذيك ابارتومون سكنه ماشي بيرو، هذاك اللقاء اللي داروا مع الصحافة داخل أبارتومون تاع إنسان يخدم في السجن، لأنه هذيك في السجن، ولا هم هذا الناس ما داروش سيرفيس ناسيونال وما خدموش في الجيش ما يعرفوش هذا الأمور، لأنه أي ضابط في الجيش هو حر كيفاش يكيبي المكتب بتاعه، دير الورد دير تجيب تحط الفاكية، كاين يعني حتى ضباط على العام تلقى تدخل بيروه تلقى واش تاكل لا تاي، تدخل على عشرات تلقى امور كاع الناس، لانه انسان عايش في مكتب، دونك هذاك الشيء عادي جدا. نزيد نقول له معلومه، السجون اليوم مكيفه حتى السجون العسكريه، يعني حتى التريبينال ميليتير راه مكيف، في قسنطينه مثلا السيلونات فيهم كليماتيزاسيون، إلا ما على بالوش هذا الإنسان هذا عنده 27 سنة وهو في بريطانيا ما يعرفش هذا الأمور، أكن من المفروض أنك تزيد تشوف واحد من الجنود تزيد تورطه، لأنه وراه قال كلام وراه فرحان، يعني شوف الغباء نتاع الناس، قال لك محمد بن حليمة كما سابقه اللي هو الدركي المشقوق هذاك، قال لك راه ورط ناس ضباط سامون، هذو الضباط السامون أنا ما تواصلتش معهم متى يتواصل معهم بن حليمة، هذا الضابط السامي يطنو كولونيل ولا رائد ولا اللي يتواصل مع كابران، هاي يتواصل معك ديريكت مونتي، قال لك يجي للجزائر جبد ناس، هو جبد ناس ايه، وحكى للمحاميه والمحاميه راهي في السجن، وخو المحاميه يعني هذه المحاميه اللي راحت باش تدافع عليه دخلوها للسجن هي وخوها، وراهي في التريبينال ميليتير ماشي في المدني، راهي في العسكري، وقال لك اهدر مع القاضي وادب القاضي، وقال له انت سافا بانا ادب القاضي، كان بالك هذيك قهوة ديجا هو لم يقدم للمحاكمة بعد، راهو غير في التحقيقات، عنده 19 تهمة 19، وفي القانون الجزائري الكبيرة تغلب الصغيرة، يعني يقدر عنده قضية نتاع بار اكزومبل نتاع مخدرات تتطلب 20 سنة، وعنده قضية نتاع القتل وفيها شهود تتطلب 5 سنين، يحكم يحكموا له على القضية الكبيرة ما يحكمولوش على الصغيرة، كش منها هذه هذيك وحده وهذه تسقط وهذه الاولانه، لا بين الكبيره هي اللي نحكم عليها، يعني دوك في دار الشرع عنده 19 قضيه، الاخطر هي الخيانه العظمى
فهموا الناس كون في بان هادية يتسمى يجملوا لك لي بان، كاين الناس عندهم بزاف لي بان يعني يجملوا لك ياخذوا الكبيره فيهم، يعني تكون مكونضاني 10 خطرات ماكش راح تجوز هذوك العشر خطرات كاع في الحبس، يحكموا الكبيره فيهم يعني الكبيره يعني لي 20 طون ولا 15 ولا وتطبق ال 15، الاخرين يدخلوا في لا كونفيزيون تبان. تما الدوله ما ديرش كيما الامريكان، ما تاكيميليش سنين وسنين حتى تموت في الحبس، يعني عندك شانس تخرج. ايه كنا نهضروا على اسماعيل زيطوط، اسماعيل زيطوط اللي بالمناسبه اسماعيل زيطوط هو اللي حاكم الباجا تاع مراد البيار وتاع الوعي وتاع الامور، و17 تليفون اللي هضر عليهم ولا 20 ولا اكثر، هذيك غير تاعو بلا تاع المساعدين دوك كان يهضر عليه. ايه اسماعيل زيطوط مستحيل يقبل الامير ديزاد باش يروح لبلجيكا، مستحيل، لانه نقول لكم معلومة، لأنه إسماعيل زيطوط أدى الدراهم نتاع المازدا، دالو 200,000 أورو، ماشي اللي متزوج بالكرواتية، اللي راهو عايش في لا بلجيكا هو إسماعيل زيطوط، دالو 200,000 أورو. دونك لو كان يروح لا بلجيكا، لاخر الحاجة الأولى اللي خمم فيها أنه رايح يحل له المشاكل، يتسمى هو خباهم عنده داهم له. داهم له، والدليل على ذلك كان يخدم في مصنع للرقاقات الإلكترونية بطل الخدمة. واش دير بدراهم؟ عندك 200,000 أورو، واش معناتها 200,000 أورو؟ تفتح شركة وهمية تبيض بها لاصوم هذه وتحطها في الكونت وتعيش غير بليزانتير، 200,000 أورو تطيح لك يعني في الشهر على الأقل تطيح لك واحد 800 حتى 1000 أورو، ويروح يماركي شوماج ويعيش بانكس يعني ما يسحقش دراهم. هذه غير اللي داهم البوخرس الوليد ملوكة، وخليه تابع عبد الله، خليه كشوت، يعني تضرب عليه يعني ملايين دولارات. هذا شوف نقول لك، هذا بوخرس أقل شيء من اللي لايف ومن هذا الشيء اللي كان يدير فيه، أقل شيء لا مداش ادى واحد 2 ملايين أورو، هذه لا مداش يعني، لا كان قال حشاوة لأنه طنوبيل باع طنوبيلات عنده زوج، لأنه كانت عنده أودي وكان عنده إيبوك، وكان دخل مع واحد نسيت اسمه يعرفوا الحاج، دخل معه شركة دار معه قهوة، ومام هذاك سكو، مام هذاك حشاهالو يعني دالو كلش، والسيد تخلوا في تزاج كاز بوعكاز ماشي بوعكاز ماشي بوعكاز، هذا إنسان كبير ماشي مخيوبة، واسمه كاز ماشي، لا دوك نقول لك واسمه بوقزوحة بوق الزوحة، هو اللي دار مع الشركة في القهوة، اللي هو متخندق في الإرهاب على كل حال، ودار جيجما في فرنسا على السلاح. ايه ودخل بوق الزوحة في الجزائر، وليده مازال في فرنسا، وداروا صالون والدرام اللي كانوا عنده دخلهم معاه، قال له بالدراهم وفتحوا قهوة ثمايا، وقهوة هذيك ما تستقامش هذيك لاصوم اللي قال له عليها، والدار اللي كانت عند أمير ديزاد شراها له بوق الزوحة بالمعرفة تاعو، وكلا معاه مرسو شباب لأنه شرى دار. دوكا مام الدار كي حبي بيها الوقت ما يكفيش، لأنه لي بروسيدير الناس اللي عايشين في فرنسا يعني حتى كيفاش تبيع ماشي كيما في الجزائر، تبيع ويقبضك هكا كاش ومنا شوية كومبليكي الأمور، حتى كي يقبضك يعني كي تروح تفيرسيهم في البنكة منين جاوك دراهم، دونك كومبليكي الحكاية يعني، شهر وقت ضيق بزاف يعني صراحة. حتى ذوك الديبلاسمون تاعو انا نظن ان المخابرات الفرنسيه اللي راحت تديه للمروك، علاه؟ باش يستمر النزاع بين المروك والجزائر يعني، باش تزيد تتوتر الامور اكثر من هذا الشيء، وهما راهم يحوسوا اللي فرنسي مالغري يعني راهم يوروا الوجه نتاعهم من مليح، زعما شغل يلعبوها باللي يوديهم يحبوا الجزائر وحسن النوايا وحنا رانا طردناه والعداله مستقله في فرنسا. هو دخل في 2017 لفرنسا وهما شايدين في الموت في قتيش تجي غدوة غير غدوة، دونك كاين حاجة اللي ما يقدروش يشدوها اللي هي الموت، الموت تاع ربي ولا موت تاع اي كاش حاجة. دونك المهم الانسان هذا يا نكرة وعنده فيديو فيلم داخل دار شرع ديك ما يسمحوها لوش، فلا كونستيتيسيون ممنوعة،
ممنوعة هذيك رايح يخلص عليها دراهم، يخلص عليها يعني سوم تاع دارجون كبيرة ماشي صغيرة، ورايح يولي طلاب. وحتى كي يروح للمخزن راكم رايحين تشوفوا كيفاش رايح يبدل، يعني حتى يبدل بزاف أمور في المروك. نظن أنه يروح للمروك، واللي يحميه في المروك هي المخابرات الفرنسية. شاري دار في المروك أو شاري دار في المروك ببلينة تصور تحا أو شاري دار في المروك، ويتسمى عنده هذا كتير واجد دونك يتسمى ولا خلاوه يكس فيلتريوه. ما كاش الناس اللي يكس فيلتريوه من غير المخابرات الفرنسية، ما كاش دونك راهو بين وبين. وإذا كان رايح راح للمروك رايح يبعد على الزيتوت ويتقرب من هشام عبود، لأنه هشام عبود رايح يبدل اللهجة، لأنه راه أطاكاه وحد النهار. يعني هشام عبود خرج وهدر عليه وقال باللي ما عندوش مستوى وحمار وكذا، وصفه بواحد الأوصاف شنيعة. شكون اللي راه رايح يستفاد من هذا كي يطردوه من فرنسا؟ هو اللي رايح يخلفه في المنصب هذا، اللي راح يزيدوا يخدموا به ويزيدوا يحاوزوا، هو صخري. المهم في آخر المطاف الشعب أغلبية ساحقة عرفت الناس هادو تابعين لمن، وهذا يا شيء مهم جدا. دوك يروح يبوق ولا ما يبوقش، لكل حال الشرفاء بالمرصاد ويشوفوا كل كبيرة وصغيرة. أو ماشي محل بالك شو ما يصرى له قبل ما يروح، بالك يحبس قلبه، بالك في بزاف أمور ما ندخلوش في أمر الله. ولكن أنا شخصيا لو كان جوز قدامه نقتله، يعني والشرع تاعو باين، يعني درت لكم الشرع تاع الخيانة واضح، وعند الله تتلاقي الخصوم. تفضل أستاذ موسى. الله يجيب من فضلك خويا الفرنسي. يا خويا ذاك هي الخيانة ليس لها مبرر، والخائن ما كاش أدنى وأسفل درجة من الخيانة عبر التاريخ، عبر مسيرة الإنسانية. ما كاش جا مجتمع أيا كان هذا المجتمع هذا ما كاش قبل ولا برر للخيانة. هناك قيم على كل حال الإنسانية، قيم ديروا الباش وكذا راح بتاك يتزوج. نعم باباه عنده قبل ما تزيد أمك، يعني أمك الملوكة كانت مازال ما زادتش كي السيد هذا، يعني كان يشغل مناصب هامة في الدولة. يعني إنسان هذا عنده مؤهلات مادية ومؤهلات علمية وخدم بلاده، ومن حقه أنه يتمتع. لأنه أنا من يعني من وجهة نظري يكون رئيس الجمهورية يخلص 4 ملاير خير من اللي يكون عامل كما الملك تاعك، لأنه أنت مروكي ديجا راك خلاص، يعني راك سبقتها. ها الملك تاع المروك مثلا خائن وعامل ويبني في القصور في الخارج والشعب تاعو ما يتبشر تبونه. الناس قاعد تزوج وانت ما جبت حتى حكايه جديده. 1300 مليار دولار راح الدقره. شفت الصوره اللي بعثت لك تيجر؟ وش من الصوره؟ ما شفتهاش، ما حكيتنيش. انت اللي ما لحقتهاش، مش هي اللي ما لحقتهاش. اي طو يا خويا راك مرمي. هذا مولتريك ولك حل شكون هذا؟ انا عارفه. انا فرنشي قلت لك يا زياد، قلت لك هذا مولتريك ومول التيشيرت النوار هذا اللي راه معاه، انا عارفه. وين انا ما عارف حتى واحد داك السيد مي ايطو، يعني مسار يعني رياضي يعني كبير، وما تعرفش تلبس قاعد كافي طول حياتك، درت كاع اوروبا وبقيت كافي، يعني ما تعرفش حتى تماري لي كولر، يعني كافي 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 كاسكيت مع شيميزي مع صباط كلاسيك، يعني والله العظيم غير متاسف. اسبانيا اسكرو عندي تصويره يحلل في بوليسيه باش ما ديرلوش بروسي في الامريكان، وعنده غاليري قد بالحملاوي تاع الذهب في لاسويس.
كان لي زاميريكا عندهم سبيسياليتي تاع لي باباراتزو، عندهم ليستينغ تاع لي فول كاع وتاع لي باطو وكدايا، كاع لي بيرسوناج كونو لي جوزو في لي ماغازين بيبل وفي لي ميديا بيبل وفي لي جورنو بيبل، يطلبوهم باش يدو تصويره يعني اللي يقدر يبيعها، باسكو كاين توت ان مارشي تاع لي باباراتزو، كاين تصويره تلحق حتى ل 2 3 مليون دولار يعني عادي نورمال، مي تاع ان بيرسوناليتي سابير دي شاسور وما دي زون، عندهم دخن تقيل مع المخابرات مع الدول العميقه، يعني يعرفوا وين كاين تيو وشكون السيد اللي ولد تما ويروحوا يصوروه ويبيعوا التصاور هذو. دونك الامور هذه معروفه كيفاش تمشي عبد القادر، ولكن الناس بالك تجهل هذه الامور، بلي كاين ناس متخصصين يتبعوا هاد الناس، تزلق طيح يصورك طايح فهمت، ويديروها في السنداي في هذوك المغازين تاع بيبل، هذوك الناس يضحكوا عليهم، يشرب باش يضحكوا عليهم، يشوفوهم خابطين ولا يشوفوهم يضربوا ولا يشوفوهم مع خدع مرته ولا يموتوا على هاد القوالب تاع الحكايات هادو. دونك لي باباراتزو كاندستري، يعني لي باباراتزو بالطوموبيلات والبلوتوث سي دي زورغانيزي شركات يعني بالطالكي والكي، ويخدموا مع لابوليس وكيفاش يدخلوا يصوروا في لي ريستورون، وين على بالهم هاد الناس وين يفطروا وين يتعشوا وكيفاش يتعشوا، يعني كميه هائله من الناس المعروفين اللي تما في هذاك التيو. دونك باش تجيب كاع هاد المعلومات لازم يكونوا عندك الناس اللي عندهم هاد المعلومات بكل بساطه، وتصور هادوك يتباعوا، كاين تصور يبتزوا بهم الغاشي كيما بيرلوسكوني حبوا يبتزوا، قال لهم ما لاباليش بكم انا نحب نسى، كيما قال لهم بوتين قال لهم ما تحبوش باسكو يحب نسى ما يحبش الدراري، دونك صورتوني نورمال، تما ما حبش يدخل في الابتزاز حتى ولو هو فيه وعليه يعني عنده امور بزاف، مي ما حبش يروندي للشونطاج، صورتني عريان ام بعد ورا المشكل، صورتني مع النساء ام بعد وخرج طايطاي ملياردير ما على بالوش بها، يحب نسى من ذاك العام معروف بيرلوسكوني، تسمى طلياني يعني طلياني اوبليغاتوار كيما تزيري، لا سقف المراه يعني المراه اللي يشوفها يحب يلصق فيها، دونك هذه على بها طلاين وحنا نفهموا، دونك يعني عندنا هاد الامور. مي هذا ايطو هذا اللي كان يروح للكيان الصهيوني يدرب ليزيكيب، وهذا راه ملغم، هذا راه جاي يبيعوا يشروا فيه ملي كان صغير، دونك يتم مصور في الكيان الصهيوني والتصاور موجودين ودوك مبيبليوهم داخل مصور معاهم في الكيان ومصور بالكيبا، وهذو كاع كي ميسي كي كاين واحد رونالدو كفر بهم، رونالدو تجبد له علم تاع الكيان الصهيوني قطعوا رونالدو طاي رونالدو، وين يشوف الكائن صهيوني ولا جورناليست صهيوني ما يهدرش معاه، باسكو عنده قضيه الفلسطينيه بورتون سيتيني مونستار، حبوا يبتزوه داروهم له كاع، جبدوا له بلي فيولي داروهم له كاع مسح ما رونداش، قال لهم انا شي ملياردير عنده وشاري لي زوتيل وشاري منفيستي، قال لهم ما نتقلقوني نجبد من الفوتبال وريحوا تتخبطوا وحدكم، وقول فيولا وقول قول ما فيولاش، كيما زيدان رامي يروجوا له البي اس جي، ماشي بي اس جي، زيدان البروجي تاعو يحكم ليكيب ناسيونال تاع فرنسا، هذا هو المسار تاعو، هذا واش خصو اون طونك ليجوند باش يطلع ما يحكمش باريس سان جيرمان، هو مارسي مستحيل ديجا، مي هو الطموح تاعو يحكم ليكيب دو فرنس ويربح بها كوب دو موند، هذا واش خصو في البالماريس، يعني كومون ترينر يربح ان كوب دو موند مع ليكيب ناسيونال تاعو. ايه بارك الله فيك لرونشي، يعني تجاره رائجه هذه نتاع الابتزاز، وشفنا كيفاش داروها مع هذاك تاع امازون واش سموه بيزيوس هذاك وهاد الشركات على ان اس معروفه وبيغازي سي دي بروغرام و سي بارمي دي بروغرام، كاين ديفيرونت مانيير، سيرتو هاد الناس اللي ما يفقوش في الانترنت شي تيليفون ما على بالوش واش فيه اصلا،
على بالو باللي تيليشارجي لابليكاسيون تحبس تما ويكومينيكي، هذا هو التليفون تاعو سمارت فون، هذا بالنسبه ليه هكذا هو. لا لا دونك لازم لك مينيموم دو كونيسونس في الانفورماتيك، وكي تكون متعمق في الامور هذه يعني الدنيا كاع سهله للاختراق. كيما كاين سوسيتي سبيسياليزي تبيع التليفونات للرجال ولا للنساء اللي خافوا ولد رجالهم يخدعوهم، سي انتردي بار لا لو. مي كاين كيما كاين لي زونتي رادار، يعني تشري تليفون لمرتك كادو دوبل تريشير بصح هو كلش مسكاني، يعني الميساج كي يلحقها يلحقك، كي تهضر في تليفونك تسمع، كي تشعل الكاميرا راك تشوف. سي ان تليفون كودي ويقدر ما يكونش من لا ميم مارك، يقدر يهديهولك ويفورماطي تاعو تما باش نبسطوا الامور. دونك كاين بزاف امور كيفاش تتجسس على الناس في التليفون، ولكن الناس ديتا بار فاسيليتي هكذا، عنده حاجه تمشي في يدو سيرفي ودير موت باس و اكسيتيرا و... دونك لازم مينيموم دو سيليكسيون، ما فيهاش يعني عبقريه ولا، يعني تبحث على الامور هذه ولا دير ستاج خفيف ولا تتعلم عند الشهر وانت تتعلم انفورماتيك بيروتيك ولا كدايا تتعلم امور. باسكو الانترنت بحر غامق من تحت موجو، سا سابيل ليسباس. Donc l'espace explorer, pour explorer Internet, il faut avoir les outils de l'exploration. Parce qu'un explorateur a des choses, mais il ne faut pas explorer les bidets là-bas. Il faut entrer dans l'exploration, mais il ne faut pas bidets faire rien. Il faut avoir les outils. C'est exactement ça, Khawti. Et je ne suis pas à l'aise. Il ne faut pas avoir les possibilités de faire stage, ou de faire un battle. Il faut être à l'aise. ولا ما يحبش يتجه للدولة يخدم راسه شوية يفهم في التليفون تاعو. تيقراك سمع فينا؟ راني نسمع فيك. أنا يا كنت نشوف راني نتبع وشنو هي العلاقة بين بين عيسى حياته وإيطو. نفس الشيء، إيطو الأطماع نتاعو ماشي يترأس في بنغال في إسبانيا، في إسبانيا على كل حال، باسكو شارع باسكو يسالولو الفيسك دراهم، وراك شفت اللي معنقو هذاك واللي قدامو اللي قدامو، يعني عارفوا العلاقات هادو باللي متشعب، ولكن فيها فيها الأخر. يعني والله العظيم تشوف يعني كي الناس هذا إيطو عاوناته الجزائر باش ينظم كأس إفريقيا وتآمر على الجزائر. يعني هذا الإنسان أنا نظن أنه الاسم تاعه يدرج في لائحة الممنوعين من الدخول إلى الجزائر. مي أنا نظن أنه أو جدوته روراوة هو عنده مشكل مع روراوة، يخاف من روراوة مليار في الساعة، لأنه روراوة يعرف عليه أمور خطيرة جدا، وهذا الشيء في قطر لأنه هو يبيض الأموال تاعو في قطر. وراك تعرف يعني العلاقات تاع روراوة في قطر من الملك تاع قطر من الأمير تاعهم وهبط قطر منطقة نفوذ تاع روراوة. كاين الناس ما تدخلونش في راسهم، نقولهم باللي هذا روراوة دار وخدم في أمور اللي انت ما تتصورهاش عزيزي المستمع اللي في عمرك 20 سنة. روراوة في عهده نهار اللي حكم الإذاعة، لأنه روراوة كان مدير تاع تلفزيون، بزاف الناس ما يعرفوش هذه المعلومة، وكان مدير تاع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار في وقته. المديرية اللي حكمهم أعطالهم واحد الأولويات اللي ما تقدروش تتصورها في وقت الوراوكي. كان مدير تاع التلفزيون، كانت الجزائر تدي حقوق البث نتاع دي شامبيونا كما تشامبيونز ليغ كما الأخر جراتوي. راكم كنتوا تشوفوا وقت فات، يعني رانا نحكي وقت فات، ما كانش الناس ما كانتش تعرف هذا الامور تيلمو لي شغل. الوقت التالي كي ولاو الناس يخلصوا دراهم بزاف يشرو لي ماتش جاتهم حاجه مغربه. لكن في هذاك الوقت مصر كانوا يتفرجوا الشامبيونز ليغ والشامبيونات الانجليز والشامبيونات، هذو كانوا يشوفوهم بالدراهم. انت كانت عندك غير الارضيه، بصح كانت خير من قنوات يعني تاع دول اللي كانت اون فول اتش دي. مين تا كنت عندك
عند تقدر تشوف يعني تشامبيونز ليغ، تقدر تشوف حتى ليغالا تاع البوكس انترناسيونال تاع البروفيسيوناليزم ماشي اماتور، كنت تشوفهم جراتوي. في وقت رمضان الوكالة الوطنية للنشر والإشهار يعني المبالغ الخيالية اللي صورتها هذه الوكالة يعني لا تعد ولا تحصى. موراه جاءوا ناس اللي كسروا هذه الوكالة، لا فيديراسيون الجزائريه دو فوتبول راكم شتوا لا كوب دي موند تاع تاع البرازيل تاع جنوب افريقيا، دخلنا يعني رحنا للتزام تور، حضرنا في يعني في تجمعات التصنيفات السنويه، لحقنا في وقت الوراوه يعني سيدنا افريقيا، كنا الاولين في افريقيا في وقت الوراوه. وما تيجي واحد يقول لك راه راه عنده ايماب الفا في باب الزوار مور السياج نتاع بي ام بي باريبا. ومن بعد راه راه اللي ما يعرفوش كاينه بلاصه واسمها راه راه هذو قابني عمو، يعني السيد هذا جاي من عرش كبير وانسان مثقف ومحنك. زيد نقول لكم الخطير في الامر اللي ما يعرفوهاش الناس، راه راه من الدوله العميقه، ماشي من الدوله العميقه اللي يهضر عليها بنزديرا، نو من الناس اللي دافعوا على الجزائر بشراسة. راو راو يعني حكم بوست ما يقدر يحكمه لا هاني أبو ريدا لا لقجع لا حتى واحد. كان هو مدير اللجنة القانونية في الفيديراسيون أفريكان دو فوتبول، يعني هي اللي تحت رئيس الكاف جي اللجنة القانونية اللي كان يشرف عليها محمد راو راو، وكان عضو تنفيذي يعني عضو في المجلس التنفيذي في الاتحاد الإفريقي، وعضو في المجلس التنفيذي في الفيفا، وعضو في لجنة التحكيم تاع الفيفا، ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس اتحادات شمال افريقيا. هذو كاع في وقت واحد. وكان الرئيس الشرفي اليوم راهو ثاني الرئيس الشرفي للجنة المنظمة لكأس العالم في قطر، ماشي هكاك وخلاص باش يخيروا هذا روراوا، ماشي غير هكاك وخلاص. ونهار اللي جاب بوتفليقه، بوتفليقه كان عنده بزاف الخيارات وعنده بزاف ناس قراب ليه، وكاين بزاف ناس اللي كانوا يعني الى حسونه في الصباطه تاعو. خير روراوا باش يشرف على تظاهره الجزائر السنويه، يعني سنه الجزائر بفرنسا، روحوا حوسوا عليها وشوفوا واش جابت لنا يعني دي بروجي، واش جابت فايده للدوله الجزائريه. هذا هو روراوا، ونظنوا باللي هذا اللي راه راح يقضي على لقجع ورايح، لانه انا شفنا يعني لو فات اللي قال اني راح نترشح مازال ما ترشحش، يعني نهار الحد باش يحط الملف تاعو رانا نشوفوا الرسائل بدات تتهاطل عليه من كل صوب واحد. يعني حتى اليمن رئيس اتحاد تاع اليمن ابعث برقيه يشجع فيها روراوا باش يعاود يولي، لانه يعرف هذا السيد واش قدم الكره القدم الافريقيه والعربيه. قانون البهاماس داروا روراوا، اللي ما يعرفش قانون البهاماس اللي راهي تتمتع بها المروك وتونس ومصر وبزاف دول، قانون البهاماس داروا راو راو اللي جابنا مراد مقني وجابنا صايفي قولوا باللي الحاج يعني من الناس اللي عندهم الجزائر تمشي في الدم في كل المجالات، يعني على رقاب، عنده يعني أجندة كيما العمى مره، عنده أجندة كيما كاع الناس يعني اللي في التيو عندهم أجندة، يعني في التليفون يهضر مع الناس صحابه يعرف. انت بالك تتخيل باللي هكذا، بالك هو يهضر مع انسان هكذا شغل صاحبه في التليفون، يبدا يضحك معاه، هو وزير امبورطون في دوله نافذه. وكادو هما رجال الجزائر وماشي جديده على الجزائر. سمحوا لنا ندوزوا الكلام للاخوه. كمال تفضل. السلام عليكم لافرونسي. عليكم السلام خويا كمال، واش والله لاباس، واش راكم نتوما لاباس؟ لاباس، راني نسنى في البيستاش ما لحقش والله يا خويا، انا او طايب واجد هنا. زهير واش راك لاباس؟ سي عبد القادر خويا لاباس؟ والله غير في نعمه الحمد لله، يعطيك الصحه. الحمد لله يا ربي. والله حبيت نقول كلمه برك، والله انا يعني سي حاجه مشرفه جدا. انا قريتها بلي حفل افتتاح بدا الرئيس ربي يحفظه في الطيارة.